دي صورة البنوتة الفلسطينية في وهي نزوح برضو مع القطة بتاعتها. هي قرار زي ما صورة بتقول، هي قررت انها تكون اكثر رحمة من اللي بيضربوهم واللي بيقصفوهم كل يوم، هي اكثر رحمة منهم، واخدت معاها الحيوان ده، هي وهو رزقهم على الله. عايزة اقول لكم ان في برضو بعض المشاهد الست، انا يعني مشاهد قاسية جدا حقيقي. قد ايه القطة اهي، الناس ماسكين قطة، كتير على فكرة منهم قطتين واخدين القطط. حيواناتهم كمان في الست الكبيرة اللي جرى الولاد مش عارفة كام كيلو عايزين متر. عندنا صورة عايزين هم 14 كيلو، هم 14 كيلو اهو. يعني انا يعني هذه المرأة المسنة الجميلة امي دي حضرت النزوح حاجة انعام 48 وبيتكرر معاها تاني سنة 23. ايه القسوة اللي احنا بنشوفها دي؟ يعني بجد بنفقد الكلام، بنفقد ان احنا نقول شيء لا يصدقه عقل. يعني شيء عديم الرحمة بطريقة قاسية. يعني يعني عندنا صور أخرى تمام كمان في متى يعني يستيقظ ضمير العالم؟ عندنا صور برضو للست اللي هي أم بتجر عربيات أطفالها الاتنين لمدة 17 كيلو. يعني تخيلوا مشي الواحد ما يقدرش يمشي كيلو 2 كيلو 3 كيلو، وكمان إنها جرة ولادها معاها كل المسافات دي. الصعوبة كمان يا سهير في ان اهالينا اللي هم بينزحوا من الشمال للجنوب، حقيقي هم رايحين الجنوب، في منهم هيروحوا لاهاليهم، وفي منهم ما عندهمش اهل في الجنوب، في منهم هيحاولوا يدوروا على اماكن يعيشوا فيها لغاية ما اللي بيحصل في شمال غزة ده ينتهي، نشوف ايه اللي هيحصل فيه. تخيلي ولكن لو الناس دي بلا مستقبل. الاحساس ان انت ماشي بتفكر انا هعمل ايه، انا هعيش ازاي، انا هشتغل فين، انا هكبر العيال دي ازاي، منتهى القسوة. تخيلوا كده اي حد فينا ممكن يبقى مكان الام دي. طبعا هي صعبة. عندها احساس بايه؟ هي موجوعة ازاي؟ هي عندها يعني كمية من الرعب والخوف والقلق والغموض وقلة الحيلة. والعجز. يعني دول ناس أسوأ شيء في الحياة، العجز، وإن أنت تبقى لا حول ولا قوة لك. فإزاي منظر زي ده ما بيهزش ضمير العالم وقاعدين يروجوا أكاذيب، يعني واضحة أكاذيب أنا واضحة من ناس ملهاش علاقة بالإنسانية ولا ليها علاقة بأنهم معرفش ربنا خلقهم إزاي. يعني هم أكتر مخلوقات حاجة اتخلقوا غلط. أكتر حاجة محزنني، إحنا طول عمرنا كنا فاكرين إن نزوح أهالينا في غزة سنة 48 دي من أصعب المشاهد اللي إحنا عمرنا ما هنسمح إنها تتكرر. الصادم والمحبط واللي يخلي الواحد حزين وغضبان ان احنا في 23 20 23 بيتعمل فيهم بعد 75 سنة من النضال ومن التعب ومن الضرب ومن حاجات كتير جدا، بعد 75 سنة بيتم تكرار نفس المشاهد دي تاني. الناس دي اللي طالعة من الشمال بقالهم 36 يوم بيتقصفوا بطيارات من فوق بقنابل. من 36 يوم دول الناس اللي احنا شايفين قدامهم دول، في منهم اللي خسر اهله كله، في مثل اللي خسرت ولادها، في منهم اللي خسر جوزها، والرجالة اللي خسروا مراتاتهم، خسائر غير طبيعية، خسائر إنسانية للناس اللي طالعين دول. دول الباقي اللي بيحاول يطلع نفسه أو الأحبة الباقيين في حياته علشان ما يشوفهمش رايحين.